قال الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد والمحم إن الانقطاعات التي شهدتها شبكة الإنترنت خلال الأيام الماضية بقيت انقطاعات جزئية، وأن خدمة الإنترنت بالنسبة للمؤسسات تبقى متاحة ويمكنها أن تستعيدها من الجهات المعنية. أوضح والمحم خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن أمن المواطنين فوق كل اعتبار، وأن الدولة مخولة اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة المواطنين. لا نقول لكم أن الإجراءات احترازية فعلا ولا متعطلة مصالح على أساس صور حقيقة ديال الناس كانت متعودة وذاك يخلق يقير الغاية اللي مستهدفة من هذا أكبر. انتم تعرفوا كافة الحيز الفضاء اللي كنت تكلموا عنه، تعرفوا الطريقة اللي كان يشتغل بها للتحريض لبث الكراهية لنشر السموم لنشر الفتنة بين مكونات المجتمع ذا كامل. إذا هذا من يظهر للحكومة أن ضروري يقبل إجراء احترازي مؤقت في انتظار أن تستتب الأمور، هذا هو ظهر أنه يستحق. الناس الأخرى تقدر لا تقول تبقي يا غير ما هي بهذه ما عليها مسؤولية تأمين بلد. هذا وشهدت الأيام الأخيرة انقطاعا لخدمة الإنترنت على عموم التراب الوطني، وهو ما ألقى بظلاله على مختلف جوانب الحياة. ويرى متابعون أنه يدخل في إطار سعي السلطات لوضع حد للأحداث التي شهدتها البلاد في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. محمد أعمر بلول. تعيش موريتانيا بدون إنترنت، يسود الهدوء. خدمة الإنترنت معطلة على عموم التراب الموريتاني. كان القطع مقتصرا على إنترنت موبيل، لكن الأمر تطور إلى تعطيل عام للشبكة، وبقي المواطن في حيرة من أمره. قطع خط الإنترنت على مستوى الوطني ما هو إيجابي. به اللي احنا نتكلم معك، عندي رابطة مع نصارى في الخارج نشتغل معهم، ولو متعطل عملي ما قد نعدل شيء، مشوا لي دي دوكيمان ومشوا لي روايات، ولو ما قديت نجبر شيء اي وسيله قد نسحب بها والله شيء، ولا هو ايجابي طبعا. وتو لا نعرف روايه شنهي. انتشرت خدمه الانترنت في المجتمع الموريتاني كالهشيم في النار، فباتت اكسجين الحياه الاجتماعيه وجسرا سريعا تعبر عليه الرسائل بانواعها. ونال قطع الانترنت رضا من المواطنين. قطع هذه الانترنت مسألة إيجابية، بها اللي تبث الأخبار الخبيثة السيئة اللي ما تودي ما هو شيء ما هو صالح للشعوب. وبالتالي والله لم أيدين هذه قطعة الانترنت حتى 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 يطو شهرين والله ثلاثة قاطعينها قاعد يلعادوا قدو. احنا الأمن في دايرين وفوق روسنا وشي كامل فيه أمن البلاد، احنا ماسحين على وجوهنا ومثمنينه ومأيدينه. الحفاظ على السلم الاجتماعي وما بررت به الحكومة الموريتانية تعطيل شبكة الإنترنت بعد أعمال شغب عقبت إعلان النتائج الرئاسيات المؤقتة، حيث انتشرت الفيديوهات المحرضة على الفتنة حسب الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد تعطيل الخدمة عاد المناخ إلى رطوبته، فالإنترنت أشد فتنة من الاحتجاجات والتظاهرات حسب الحكومة الموريتانية. محمد عمر بلول، السهل تي في، نواقشوط.